وقعت شبكة راديو وتلفزيون الشروق أمس اتفاقية تعاون مع بيت الحكمة الصيني. وقال المدير العام لشبكة راديو وتلفزيون الشروق عاطف محمد الحسن إلياس إن توقيع هذه الاتفاقية مع بيت الحكمة الصيني تعد خطوة متقدمة في مسيرة العمل التلفزيوني في السودان، وتفتح الباب أمام الإنتاج التلفزيوني والسينمائي بشكل كبير. هذا فضلاً عن التبادلات الثقافية في مجال البرامج والمسلسلات. وتجدر الإشارة إلى أن بيت الحكمة الصيني أعطى قناة الشروق حق بث مسلسل الطريق إلى السعادة الحائز على ذهبية أفضل مسلسل وممثل في الصين حق البث في أول بادرة للتعاون بين الشروق وبيت الحكمة الصيني.